مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما، هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه عاملين فيها مجموعه من الاكلات اللذيذه جدا، عاملين فرخه روستو بالحليب عظيمه، وعاملين بطاطس جراتان، وهنستخدم للبطاطس الجراتان بديل كريمه الطهي، هيبقى موفر جدا عن الكريمه، وعاملين كمان كيكة فراولة حلوة جدا. تعالوا نشوف أول حاجة الفراخ ونبدأ بيها. الفراخ اللي بالحليب، عايزين فرخة 1200 ولا كيلو، حلو برضو ما فيش مشكلة. زعتر فريش وليمون أرباع، بصل أرباع، وأربع فصوص ثوم، زيت زيتون وزبدة، رشة من جوزة الطيب، وملح وفلفل أسود. دي كده جزئية الفرخة نفسها. الصوص بتاعها هيكون عبارة عن بصلة شرايح، ست فصوص ثوم، قشر ليمونة، عصير ليمونة، نص لتر حليب، وزبده وزعتر ناشف او ممكن طازه كمان، رشه جوزة الطيب، ملح وفلفل اسود. هنقدمها مع شويه بطاطس، وهنعمل كمان بطاطس جراتان. بس اول حاجه الفرخه دي يا جماعه هنتعامل معاها ازاي؟ هنجيب الفرخه بتاعتنا، انا سايبه طاسه او ووك بتسخن على النار دلوقتي. هقلع بس اللي في ايدي علشان ايه نشتغل في الفرخه بايدينا براحتنا. يلا بينا. الفرخة القمر دي هنعمل فيها التالي، هنحشيها بمجموعة من المطيبات اللي هتخلي ريحتها تحفة بعد السوى. البس جوانتي كده. النهاردة لابسة ازرق، اليوم اللي بلبس ازرق بيبقى يوم حلو بتبسط. يلا الفرخة دي هنحط فيها ايه؟ البصل جوه التجويف بتاعها، والليمون، فصوص الثوم، احشروا الحاجة كويس قوي عشان تنكهها من جوه حلوة قوي. وهاخد كمان كام عود من الزعتر زي ما هما كده. بس زي الفل. هحاول اقفل الفرخة على الحاجات دي. بفكركم ان ارقامنا على الشاشة 09710 للاتصال من اي تليفون ارضي، و 1710 للاتصال من اي تليفون موبايل. انا بعمل فتحة كده بس عشان اخد الرجلين دي ازنقها كده جوه، فتبقى الفرخة مضمونة مقفولة على اللي جواها. الجوانتي بقى ارخم حاجة في الحتة دي، في اللقطة دي بيزحلق، بيبقاش ألطف حاجة، بس يعني هنوصل. بس تمام. ثواني يا نور. لو بالإيد طبعا بنملك أكتر، الجوانتي بيزحلق، بس يعني كنوع من أنواع النظافة في البرنامج أحسن، عشان مش هعرف أروح أغسل إيدي، فمضطرة إن أنا أكون لابساه وأنا بتعامل مع لحوم أو فراخ أو حاجات كده. لا خلاص يأست منك، مش عايزه. استني اخر تجربه يا جماعه. اعتقد ممكن منديل، استنوا منديل هيخليها ما تزحلقش. بص انا زهقت، اديني مدام ناديه. يا مدام ناديه اهلا وسهلا. الفل يا روحي. ازيك يا مدام ناديه؟ شفتي الفرخه المزعجه؟ الفرخه دي عشان الجوانتي بيزحلق. صباح الفل. صباح الجميل، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله طبعا. كل سنه وفود جميله. العيد ال 13، وطبعا ببعت تحيه كبيره للاستاذ محمود الشريف، واقول له ان شاء الله سنين كتير كتير كتير، والقناه الجميله دي معانا في الدنيا ممتعه
بيها وبكل صفاتها الجمال المحترمين اللي يعني ما خلوش حاجه في الدنيا اللي ما عملوها لنا. كل سنه وشيف ساره طيبه وشيف نونه وشيف محمد وشيف محمد ابراهيم وشيف كل الشيفات اللي موجوده وشيف فاطمه طبعا ما نقدرش ننساها حبيبتي. كل ودكتوره مروه تكون بخير وكلكم تكونوا بخير. وطبعا مخرجينا حبايبي الاثنين الاستاذ مصطفى والاستاذ حبيبي الاستاذ حمدي اطيب خلق الله والله الاثنين. اتمنى لكم السعاده من كل قلبي كل قلبي والله ودايما كده منورين الدنيا وفي بيوتنا كده منورينها والله. تسلمي يا مدام ناديه بشكرك يا حبيبتي واهلا وسهلا بيكي شرفتينا ونورتينا. طيب انا برضو عايزه ادي ملح وفلفل انا اديتها ملح وفلفل على الوش هديها على الظهر برضو. بس تمام قوي كده ثواني. والطاسه بتاعتنا او الووك بتاعتنا سخنت كويس قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط حته زبده وشويه زيت زيتون وممكن زيت نباتي مفيش مشكله اللي يعجبكم، بس زيت الزيتون الحقيقه بيبقى جميل في الوصفه دي، مع مكعب كده او اتنين من الزبده بيبقى لذيذ جدا. الفرخه جاهزه ونتك كده على الحاجات اللي احنا حشينها بيها. بس وهنيجي دلوقتي مجرد ما الزبده تسيح هاخد الفرخه دي كده على وشها. انا ما نسيت احط جوزة الطيب، رشه من جوزة الطيب على الوش، ولما اقلبها في فوق في الطاسه هحط على الظهر كمان زي ما هي كده. هاخدها احطها هنا اديها رش فرخنا دايما مبطبطه كده، رشة جوزة الطيب وعايزينها تتحمر تحميرة حلوة تاخد اللون الذهبي. الجوانتي بقى اللي مطرحه فراخ ده لازم نتخلص منه، وبالمرة نتخلص من اي حاجة فاضية. يلا بينا لون ذهبي كده لطيف من كل الجوانب وتبقى تمت العملية بنجاح. ما بتاخدش حاجة طبعا لان الطاسة سخنة والزيت وزيت الزيتون سخنين كلهم، فايه الموضوع بيبقى سريع سريع. معانا مدام دعاء على التليفون نكلمها واحنا كده بنقلب الفرخة. يا مدام دعاء السلام عليكم. ازيك يا مدام دعاء؟ يا مرحب. ازيك يا مدام طار؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي. انت عاملة ايه؟ انت عامله ايه؟ انا زي الفل الحمد لله. اخبارك يا حبيبتي؟ بنحب خالتك ستار وبنحب كل اكلاتك. كان اول مره اتكلم في حياتي على الهوا وكنت خالص ان انا اتعرفت عليك على الهوا وبحب خالص خالص جدا جدا يا مدام. يا حبيبتي ربنا يعزك ويخليك يا رب كل ذوق. اشكرك يا حبيبه قلبي. والله كنت عاوزه منك تستار بس عن المكرمسات. قولي لي. كنت عملتها وما طلعتش ناجحه معايا. ايه اللي حصل؟ طلعت معجنه من جوه. عجنتك طريه. عجنتك طريه. زودتي طريه؟ ما تزوديش سوائل وانت بتعجني وخليها تتقلي كويس قوي. تتقلي في الزيت كويس عشان يطلع منها كل الرطوبه. واهلا بيكي يا حبيبتي نورتينا. احنا كده الفرخة أخدت التحمير، عايزين نعمل إيه بقى؟ نقلبها على جنبها كده كمان، نحمر الجنبين، متاخدش وقت خالص، ونعمل نفس الحاجة في الناحية التانية. عايزة أقول لكم إن هي عندتني وفتحت برضو معرفتش أقفلها كويس، عمري ما أعرف أقفل الفراخ بالجوانتي. يلا بينا
الناحيه دي من كل الجوانب. عناديه قوي، من كل الجوانب تاخد لون ذهبي، لان طبعا اللون الذهبي ده هينعكس على طعم الوصفه كله يعني ايه بطريقه عظيمه جدا. الوصفه دي جميله جدا، رسته سريع لذيذ فوق ما تتخيلوا، وغريبه كده مش معتاده، كله كده تمام. الفرخه خدت اللون وامورنا زي الفل وما عندناش اي مشاكل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي حوالين الفرخه كده، هنحط حته زبده جديده ومعاها على طول هنحط فصوص الثوم، كمان البصل، هياخد كمان بشر الليمون، كام عود من الزعتر، انا هستخدم كله طازه مش هستخدم بقى الناشف ما دام الطازه موجود، وهاجي اضيف عصير الليمون وهضيف كمان اللبن. وهتفضل الفرخه دي تستوي في اللبن وعصير الليمون وكل الكلام الجميل والنكهات الفظيعه دي. اللبن هيقطع غالبا من عصير الليمون، ده ما ياثرش على وصفتنا في اي حاجه خالص، مفيش مشكله. رشه من جوزه الطيب وبعض الملح والفلفل الاسود، اللي حابب بيحط يعني مكعب مرقه ممكن، بس هو ملوش اي لازمه بصراحه في الوصفه. الفرخه هتدينا نكهه وكل حاجه، مش محتاجه ان احنا نضيف مرقه، انا بس هحط ملح، هحط كمان فلفل، وبالراحه كده هقلب كل حاجه. شايفين اللبن على طول فصل من الليمون، ده عادي جدا مفيش اي مشكله. تسويه بقى الفراخ في اللبن والشرش والليمون والكلام ده هيطلع حته فرخه يعني مش بس بتدوب لدرجه مرعبه، مش لاحقين تمسكوها يعني بتقع من على العظم. هنسيبها كده على الظهر تستوي شويه، وبعد كده هنقلب على الناحيه الثانيه عشان تكمل سوا. معانا انا حاضر، معانا صفاء على التليفون. يا صفاء اهلا وسهلا. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ ازيك حبيبه قلبي، اخبارك؟ كويسه الحمد لله، بحبك جدا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب يا رب. تسلمي. سلام. شكرا ليكي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. ورقه فويل كده نتنيها طبقتين ونخليها كده جنبنا، بنعمل بيها ايه؟ بس كده حاطينها على الوش، تحبس شويه بخار يسولنا الفرخه، مش لازم نغطي خالص بس حابسين البخار شويه. ايه راي حضراتكم؟ نطلع فاصل صغير جدا ونرجع نكمل وصفاتنا، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل وما عملناش اي حاجة وانتم مش موجودين، الفرخة ما زالت على النار. تعالوا نشوف منظرها، يوم يوم خالص وريحتها فظيعة. ممكن طبعا نيجي كده، انا يعني ايه واقفة من بعيد عشان مش عايزة اطرطش على لبسي، نيجي كده في نص وقت الطهي نقوم عاملين ايه. سوري، نقلبها بالراحة على الناحية التانية عشان نضمن كمان ان الناحية التانية بتستوي، ونغطي بس اهم حاجة دي تطلع نظيفة، اهم حاجة يا جماعة بالظبط، عشان اللي حصل امبارح ما يحصلش تاني. امبارح لقيت لوحة فنية على الايشارب بتاعي كله بقى الوان وصوصات وحاجات، ضايقت قوي.
الطبخ يا جماعة من غير ما توسخوا نفسكم ده موهبة صعبة جدا، يعني مش أي حد يعرف يتقنها، يعني أخدت سنين عشان أعرف أعمل أو يعني أوصل لدرجة مناسبة، يعني مش 100% طبعا، ما هو ما بقول مش 100% بداري على نفسي، بس يعني إلى حد ما بروح نظيفة يعني باستثناء بعض البقع الصغيرة بس كده. ماشي نظفنا مكاننا، ندخل على اللي بعده. عندنا بطاطس جراتين هتليق جدا على الوصفه دي وسهله قوي، وهنعملها ببديل كريمه الطهي فما فيش التكلفه الكبيره قوي بتاعه الكريمه. البطاطس الجراتان اول حاجه هنعمل لها بديل كريمه الطهي، اللي هو عباره عن لتر من الحليب و3 معالق كبيره من الدقيق، 3 معالق كبيره من الزبده، وكوبايه من القشطه، اي قشطه عندكم، قشطه ورق عنب، قشطه وش لبن، قشطه كوبايات، قشطه بلدي، كله ينفع ومش هيفرق معانا خالص القشطه كانت ايه. تعالوا بقى ننقل الفراخ دي على نار او عين متوسطه شويه، تمام، وناخد بقى العين الكبيره دي البديل كريمه الطهي. طيب نقول كمان بالمره بقيه مقادير البطاطس الجراتين، ولا نقول ولا نشتغل البديل الاول؟ طيب خلونا نبدا عشان ما لخبطكوش، نبدا ببديل كريمه الطهي. طبعا احنا عملناه مع بعض في سنه اولى طبخ كتير جدا جدا جدا، ولكن انا في وصفات معينه كده انتوا عارفينها، الوصفات الموفره والبدائل والحاجات دي ما عنديش مشكله اعيدها كذا مره. ليه؟ يعني لانها فعلا بتفرق وفعلا بتنفع، والواحد بيبقى يعني نفسه يعمل الحاجه والميزانيه مثلا مش سامحه ان انا اجيب علبه كريمه ب 100 جنيه، يعني وارد طبعا يعني، او مش ما عنديش دلوقتي ومش عارفه اجيب، فالبدائل دايما بنعيدها لان هي بتفيد. يلا بينا نكلم مدام نهد الاول واحنا بنحط الزبده والدقيق على النار. يا مدام نهد اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا يا حبيبتي. ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ انا بحبك يا بنتي والله. انت يا بنتي ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي. انا ما كنتش بعرف اتواصل قبل كده لان ده كان يعني من كتر الاتصالات بيك وكده، بس انا عندي حفيدي بيحبك جدا وعايز اكلمك. يا حياتي اسمه ايه؟ اسمه ادم. يلا ادم اهو معاكي اهو. يا ادم ايه الشرف، ازيك؟ كويس الحمد لله. انت عندك كام سنة؟ 8 سنين. 8؟ بحبك قوي. طب قول لي بقى بتحبني بس ولا ما انا بحبك اكتر، بس انا عايزة اعرف انت بتحبني بس ولا بتحبني وبتحب تطبخ؟ لا بحب اطبخ برضه. بتساعد تيتا؟ لازم تفضل تساعد تيتا على طول. ايه بقى اكتر اكلة تيتا بتعملها انت بتحبها؟ البيكاتا. اوه تيتا بتعمل بيكاتا حلوه؟ طب ما تعزمني بقى على بيكاتا عند تيتا كده. موافق؟ ماشي يا حبيبي، اهلا بيك يا روح قلبي، انت وتيتا نورتونا وشرفتونا وربنا يخليهولك يا رب. انا عارفه طبعا معزه الحفيد يعني عامله ازاي، فربنا يخليهولك يا حبيبتي. احنا حطينا الدقيق والزبدة على النار بندوبهم مع بعض، الدقيق ياخد بس التشويحة اللي بتطلع الطعم الني من غير اي تغيير في اللون، وهننزل دلوقتي اللبن مع التقليب. معانا ام محمد على التليفون. يا ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ام محمد؟ ازيك يا حبيبتي وحشتيني وتوحشيني على طول. حبيبه قلبي اهلا بيك. انا متابعاك يا شيخ فرع على طول والله وبحبك. يا حبيبتي ده انت منوره الدنيا كلها ومنوره القناه، اهلا بيك. طالبه منك طلب يا غاليه وتقولي لي على الشاشه عشان ما بعرفش اقرا ولا حاجه. حالا قولي لي. عندي 65 سنه فما بعرفش اقرا. يا حبيبتي ربنا يديكي الصحه وطوله العمر، انت تامورينا واحنا ننفذ. حبيبي طالب مني همبرجر. يا ده طلب اسهل حاجه في الدنيا. فعايزاك بس يبقى معلش انا ست كبيره فقولوا لي بشويش كده. بشويش خالص هقوله لك دلوقتي. الهي يسعدك ويكبر بخاطرك ويرضيك ويسترها معاك الدنيا واخرها. اللهم امين يا حبيبتي ربنا يخليك. انا هقفل التليفون وحضرتك تقوله له ماشي؟ مستنياك. يلا اقفلي براحتك، ويعني يا رب يجعل الدعوه الحلوه دي من نصيبي،
ونورتيني يا حبيبتي. بصي بقى يا ستي، عشان تعملي لي برجر حلو كده زي بتاع المطعم وايه ويعني ما يبقاش ايه عنده اي حجه، هتجيبي لحمه مفرومه تكون نسبه الدهون فيها 20%. خلي الجزار يظبطها لك، قولي له هو هيعرف يظبطها لك. هتحط لها حاجتين بالعدد، ملح وفلفل اسود ولا اي حاجه تانية، بس الفلفل الاسود تكوني لسه طحناه جاهز، يعني حب وجروشيه كده جامد اطحنيه انت طازه وحطيه على اللحمه، بيفرق جدا في الطعم وهو اللي بيدي طعم البرجر الجاهز اللي بياكلوه في المطاعم الولاد ويحبوه قوي. هتشكلي البرجر، وتقدري حتى ما تخلطيش الملح والفلفل مع العجينه، تقدري تشكلي البرجر عادي وتحطيهم من بره، او تحطيهم معاها وتعجني عجنه خفيفه قوي عشان تحافظي على نسيله اللحمه. وبس كده يا ستي بقى عندك احلى برجر في الدنيا. تشويه، تحطيه في الزبده براحتك بقى، وتعملي لهم سندوتشات بالهنا والشفا عليكم يا رب. الفراخ عنا معاها ما بننساهاش، سايبين بقى ناحيه الصدر تستوي في الليمون والثوم والاعشاب، سايبينها هي اللي تحت عشان تبقى اخده كل الحراره. وبديل كريمه الطهي هنا تقليب مستمر، ما فيش اي حاجه اكتر من كده. اول ما بنشيله من على النار بنحط القشطه، ما بنحطش القشطه على النار ليه؟ عشان انا بعمل بديل عايزه اديله دسامه الحاجه الاصليه. الكريمه الطبيعيه طبعا دسمه وجميله وليها نكهه عظيمه، فعشان اوصل لدرجه الدسامه دي اللي كلنا بنحبها في الكريمه بحط القشطه بعيدا عن الحراره، بحافظ على طعمها وقوامها. القشطه حساسه ممكن ما تحملش الحراره، تخرز، الكلام بقى اللي انتوا عارفينه ده. فعشان نتقي شر كل المشاكل دي بنحط القشطه بعيدا عن الحراره تماما. هنشوف دلوقتي ازاي. تقليب مستمر كاننا بنعمل بشاميل، ولكن كل ناس كتير بقى بتقول لي تعليقا على البديل كريمه الطهي انه طب ما هو كده بشاميل. لا صدقوني طعمه مش زي البشاميل خالص. اضافه القشطه اللي في الاخر ونسبه الزبده العاليه اللي احنا حاطينها والدقيق القليل ما بتخليهوش زي البشاميل، وبتدي له طعم فعلا يحسسكم انه كريمه. حتى هتشوفوا قوامه دلوقتي، لا هتحسوا انه كريمي اكتر من البشاميل بكتير. بنقلب لان طبعا ماده نشويه ممكن ترقد تحت وتشيط وتبوظ لنا كل اللي احنا بنعمله، ما بياخدش وقت خالص. وهو كده ايه خلاص على وشك. شايفين اللي عايزه اوريكم بس قوامه من قريب كده عامل ازاي عشان تفهموا قصدي لما بقول لكم ان هو لا مش زي البشاميل. بصوا شايفين القوام اقرب للكريمه بكتير عن البشاميل، وبيغلف المعلقه فاحنا عارفين انه كريمي وناعم جدا طبعا، ما فيش اي تخريز ولا اي حاجه. نستمر في التقليب اخر لقطه خلاص اهي هانت، وهنشيله من على النار. نقدر طبعا نخفه بالقدر اللي احنا عايزينه. وهتلاحظوا حاجه ان انا ما بحطلوش اي حاجه، لا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه من الحاجات دي، بسيبه ابيض تماما وبتبل ساعه ما باجي استخدمه. كده بديل كريمه الطهي على وشك انه يغلي، فانا يعني ثانيه بالظبط وهشيله من على النار. يعني اخلي بقى القشطه جنبي عشان انا هشيل من على النار واحط القشطه على طول واقلب. يلا غلي اهو، فاول ما يغلي مجرد ما اشوف بس بقللتين كده الهواء دول على الوش بقلب تقليبه حلوه واشيل من على النار. واقدر طبعا اتحكم في سمكه اخليه خفيف او تقيل على حسب ما انا محتاجه. انا هحط دلوقتي قشطه، وهحط معاه كمان بس بعد ما ادوب القشطه هحط شويه ميه صغيرين. طب هتقولوا لي ايه علاقه الميه بالموضوع؟ الميه دي هحطها النهارده بس عشان انا هسوي فيه بطاطس، فانا عايزه لها شويه سائل زياده يضمن لي ان هي تستوي كويس. فهخف بديل شويه كريمه الطهي يا اما بشويه مرقه يا اما بشويه ميه، وانا بكلم ام عبد الله اقلب القشطه عشان تسيح خالص. يا ام عبد الله اهلا وسهلا. ايوه ازيك يا شيخ سارة؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ انت عامله ايه يا حبيبتي؟ كله زي الفل. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يعزك ويخليكي. انا بحبك جدا وبشكرك على الحاجات اللي انت بتعمليها كلها حبيبتي. والله انا يعني انا مبسوطه ان في مصر عندنا شيف محترفه زي حضرتك كده. يا رب يخليكي يا حبيبتي، والله ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. ده من ذوقك قلبي، انت بجد بجد ايقونه في الادب وفي الذوق. الله يعزك. كل حاجه. الله يعزك يا حبيبتي، شكرا كتر خيرك. والله العظيم انت اللي جميله. والله بنعزك بجد، ربنا يديك الصحه حبيبه قلبي. تسلمي لي يا رب على كل كلامك الجميل.
واتمنى ان انت يعني ايه ان انا اكون استحق الكلام ده. بشكرك يا حبيبتي، شرفتيني ونورتيني. ضفت شويه الميه اللي اتفقنا عليهم عشان انا عايزه اخف بديل كريمه الطهي اكتر سنه، علشان زي ما قلت لكم هيسوي لنا بطاطس، فانا عايزه البطاطس كده تاخد وقتها وتلاقي سائل كافي تستوي فيه. تعالوا نشوف هنا ايه اللي حصل. هنلاقي ان اللبن اتشربته الفرخه تماما. هاجي بقى، ممكن ليه لا نقلبها على الناحيه الثانيه ونوطي درجه حراره النار بقى خالص ونسيبها متغطي عليها عشان نحبس شويه البخار اللي هيخلصوا لنا سواها. البطاطس بقى هنعمل ايه؟ هنجيب دلوقتي احنا ما قلناش المنيو صح؟ يلا بينا. هنقول المقادير عشان نعمل البطاطس الجراتان النهارده. محتاجين 6 بطاطسات متقطعين شرايح، محتاجين كمان جبنه موتزاريلا كميتها على حسب رغبتكم مفيش مشكله، ومحتاجين يا حبايبي 2 كوباية من الجبنه الشيدر وشويه جبنه رومي، الكميات بمزاجكم في الجبن يعني مفيش تفاصيل قوي. بديل كريمه الطهي اللي عملناه وشويه زبده ورشه جوزه الطيب وملح وفلفل اسود. طيب اول حاجه عايز اعملها البطاطس، هتستوي في بديل كريمه الطهي صح؟ اللي انا مش حاطه له اي توابل، فعايزه اتبله. هديله رشه من الفلفل وملح، ممكن احط له مكعب مرقه زي ما قلت لكم لو حابين، بس انا عايزه طعمها كده الجبن يبقى هو اللي ظاهر. رشه من جوزة الطيب، وهقلب كل التوابل. تمام جهزنا كده. هنيجي بقى هنا نعمل ايه؟ اول حاجه هندهن الطبق بتاعنا زبده كويس قوي. نلبس الجوانتي التمام وندهن الطبق بالزبده. ناخد حته زبده كده وندهن الطبق كله كويس بكرم. الأركان والحروف زي الفل، ونبدأ نرص البطاطس. ممكن تتحط عشوائي عادي مش هيفرق في أي حاجة، ممكن بس ايه تبذلوا شوية جهد كده في الرص مش كبير يعني، لأن هو كده كده كله في الآخر بيتدرب الكريمة، واحنا طبعا سايبينها في الميه لاخر لحظه عشان ما تسودش. البطاطس بنقطعها سمكها يعني متوسط، لا رفيعه قوي تتهري مننا وتدوب خالص في السوى، ولا تخينه ما نبقاش عارفين نسويها. هحط كل كميه البطاطس، وانا مش هطلها توم النهارده، لو حد حابب يقدر يحط توم مفيش مشكله. انا عاملاها النهارده الطريقه الفرنساوي قوي، الطريقه الفرنساوي قوي كده من غير اي توم ومن غير نكهات، يعني بيعتمدوا بس على ان طعم الكريمه هو اللي يبان، وبصراحه بتدي نتيجه رائعه. بحب ادي بقى للبطاطس رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، لان البطاطس مفيش عليها حاجه خالص،
فرديها كده رشة ملح ورشة فلفل، مش هنحط جوز الطيب، هنكتفي باللي موجودة في بديل كريمة الطهي اللي ضفناها دلوقتي. وهاجي دلوقتي احط جبن وهسيب شوية جبن للوش، يعني انا هحط جبنة كريمة جبنة، فاهمين الفكرة؟ بحيث ان هي تبقى كريمي جدا 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 ومليانة جبن. وطبعا الجبن تاني بأكد على ذوق اللي بيشتغل، ممكن ما تحطوش جبن من اساسه، هتبقى برضو جميلة جدا وزي الفل. نشيل الحاجات الفاضية ونعمل ايه دلوقتي؟ ناخد شوية من الجبن دي، بقى الطريقة الفرنسي كده مليانة جبن بس ما فيش فيها بقى منكهات كتير. نخلص الجبن ونطلع فاصل ممكن؟ شكرا. شوية رومي ممكن يبقى بدلها بارميزان أحلى طبعا، ولكن أنا بحاول إيه أجيب لكم الأوفر في السعر، وممكن على فكرة من غير خالص، يعني ممكن تكتفوا بالشيدر والموتزاريلا. وشوية موتزاريلا دي كده أول طبقة جبن، وزعوها. وهنيجي ببديل كريمة الطهي ندي تقليبة بس، وهناخده كله نغطي بيه البطاطس تماما. طبعا هو هينزل دلوقتي يغطس وسط حبات البطاطس، عرفتوا بقى خففناه بالميه ليه؟ عشان شويه الميه دول يساعدونا ان البطاطس تستوي كويس. ونغطي الوش تاني بالجبن، وممكن ما نغطيش على فكره براحتكم. شوية شيدر وشوية موتزاريلا وزعوها كويس عشان كل حتة يبقى فيها جميع أنواع الجبن. وشوية كمان رومي، الرومي بتدي طعم مالح كده جميل على الوش، وقرمشة بتعمل كراستم قرمشة كده جميلة. والكلام الجميل ده هيدخل الفرن على طول، مش هنفتح عليها النار من فوق خالص، هنفتح من تحت بس، فرن سخن على درجة حرارة 200 و الرف يكون لتحت شوية، يعني التلت التحتاني، وكمان لو عندي مروحة توزيع حرارة أشغلها. نغطي عليها ونسيبها بقى تعيش حياتها جوه. البطاطس تستوي ليه ما فتحناش من فوق؟ عشان ندي وقت للبطاطس ان هي تستوي قبل ما الوش يحمر. لو لقينا الوش بيحمر واحنا قلقانين من ده بنغطي بورق فويل ونخليها تستوي تماما. هنطلع فاصل صغير جدا، ولما نرجع نعمل الوصفة الأخيرة معانا كيكة الفراولة. مستنيكم. رجعنا من الفاصل، والفراخ تعالوا نبص عليها، الفراخ زمانها استوت طبعا،
حد هيقول لي معقوله فرخه كده تستوي بالسرعه دي؟ اه لو على البوتاجاز تستوي، وتستوي جدا كمان، بالذات ان في سائل كتير. بصوا اصلا هي يعني الفخاد فصلت عن الفرخه يعني من كتر ما هي مستويه. اتفضل بصوا، والتحميره اللي اخداها دي وطعمها بقى هيبقى مش طبيعي. انا سايباها متغطيه كده بس عشان لما نيجي نقدمها تبقى سخنه لسه مش اكتر، بس هي يعني ايه مستويه وزي الفل. ندخل على كيكه الفراوله. وكيكة الفراولة بسيطة جدا، وكيكة خلاط يعني مش هتحتاج منكم جهد يسكر. عندنا تقريبا كده قد ربع كيلو او 14 وحدة فراولة كبار كده حلوين. عايزين اربع بيضات، عايزين كمان معلقة صغيرة من سائل الفانيليا، كوبايتين من السكر، نص كوباية من الزيت، كوباية من الحليب، وكوبايتين ونص من الدقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وشوية سكر باودر، وفراولة للتزيين. بس كده، وهنبدأ نشتغل على طول في الكيكة بتاعتنا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ كله في الخلاط. هنبدأ أول حاجة بإن احنا نحط الفراولة، معاها السكر، معاها اللبن، كله في الخلاط مع بعضه، معاها الزيت، كل المواد السائلة. لاحظوا الفراولة وكل المواد السائلة، معاها الفانيليا، معاها البيض، ونضرب كل الكلام ده مع بعضه. ضربنا تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب هنا في بولة الدقيق، البيكنج باودر، وكالمعتاد في اي كيكة بنعملها رشة من الملح، سباتشولا ومضرب سلك، وجايلكوا حالا. هنخلط كل المكونات الجافه كويس. بالمناسبه الكيكه دي اللي بالفراوله بيليق عليها القرفه جدا، لو حابين تحطوا شويه قرفه دلوقتي تقدروا مع الخليط الجاف. نقلب، وزعنا البيكنج باودر والملح، وشبه نخلنا المضرب السلك بيعمل كانه نخل الدقيق، بيشيل اي كلاكيع وبيدخل جواه شويه هواء، فامورنا بتبقى ايه تمام. هنجيب الخليط السائل اللي عملناه ونصبه هنا، ونبدأ نضرب. بالمضرب السلك نقلب كويس جدا لحد ما يبقى عندي خليط كيكة. شايفين؟ شفتوا كيكة أسهل من كده؟ خليط كيكة متجانس جدا وناعم، مفيش فيه أي كلكعة، وسائل كده بس. خلاص خلصت الكيكة. تقدروا تحطوا فيها قطع فراولة لو حابين، أنا شخصيا ما بحبش، بتعمل مية كده وبتبوش الكيكة. قالب كيك والمضرب السلك خلاص مش محتاجينه. قالب الكيك ده مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق، وهنصب فيه خليط الكيك مع مراعاة ان خليط الكيك يبقى بالكتير قوي تلتين القالب او نصه، ما يعديش كده. ينفع على فكرة تتعمل كب كيك، ينفع تتعمل في صينية انجليش كيك، ما فيش مشكلة، الطويلة او المستطيلة، كله هيديني نتيجة ما فيهاش اي مشاكل. وكده الكيكة
بقت جاهزه. شفتوا اسرع من كده واسهل من كده؟ ما اعتقدش. يعني نمسح بس اي حاجه نقطت. ونشيل السباتشلا ونشيل كل حاجه فاضيه. وهندخل الكيكه فرن سخن على درجه حراره 180. الفرن يكون سخن على درجه حراره 180، الرف اللي في النص الحراره من تحت بس. وطبعا كيكه يعني اشغل على طول مروحه توزيع الحراره لو موجود عندي. هنعمل الكلام ده ونطلع فاصل صغير جدا، نرجع منه نكمل حلقتنا، مستنياكم. رجعنا من الفاصل وهنبدا نقدم في الاكل. صينيه البطاطس انا طلعتها، البطاطس الجراتان طلعتها من الفرن، ممكن تكون ما استوتش لسه 100%، بس انا برضو حبيت اوريكم شكلها، وشكلها طبعا يعني يتحدث عن نفسه. جميله جدا شكلا وموضوعا وطعما وريحه وكل حاجه. الفراخ انا عايزه اقدمها، هقدمها بحاجه كده بسيطه. انا عامله لها البطاطس البيبي الصغيره، شوينا شويه بطاطس، هنحط لها شويه زيت، شوية عصير ليمون عشان النكهات تليق معاها كأنها سلطة كده من تحتيها، شوية بصل مفروم وشوية بقدونس مفروم، وعايزة اخد حبة صغيرة قوي من البقدونس المفروم هنا برضو، بس منظر كده. حط الباقي بقى كله هنا ونقلب كده برشة ملح ورشة فلفل اسود. وقلب كل الكلام ده مع بعضه. بطاطس صغيرة خالص وشويناها او سلقناها يعجبكم، وقسمناها نصين، ودي كده هتبقى تحت البطاطس في التقديم. نفردها ونوزعها في الطبق، نخليها كده تبقى على الجناب عشان البطاطس هي اللي تيجي في النص. الفراخ قصدي هي اللي تيجي في النص. نشيل الحاجات الفاضية ونيجي نجيب الفرخة. اشيلك بايه يا فرخه؟ يلا نرجع برضو الزيت مكانه والملح والفلفل، ونيجي نطلع الفرخه القمر دي. بسم الله الرحمن الرحيم. في بقى هنا فصوص ثوم اللي موجودة مع الفراخ طول ما هي بتتشوي دي يا جماعة، شوية طعم انا ما بضحيش بيها، بقوم مطلعاها كده من الطاسة ووزعها على الوش. يعني مهما وصف لكم طعمها حلو ازاي مش هعرف، وما بيبقاش بقى ثوم شديد كده ومزعج، لا بيبقى حاجة كده في الهادي خالص وطعم ولذيذ جدا. فخدوا نصيحة يعني لوجه الله، فصوص التوم دي تاخدوها كده كلها تطلعوها. ودي الفرخة القمر بتاعتنا، شوية روستو دول ما يستاهلوش غير بقكم. نوديهم ناحية التقديم ونيجي نشوف الكيكة. الكيكة طبعا لا يمكن تتخبز، اخر وصفة في الحلقة ما كانتش هتلحق، فعاملين واحدة من قبل الهوا. عاملينها بس في صينية شكلها مختلف شوية، الصينية اللي هي بتبقى مخرومة من النص، لكن براحتكم يعني ينفع تعملوها في أي صينية بأي شكل، حتى لو عايزين تعملوها كب كيكس ينفع برضو. هنقلب الكيكة
الله الرحمن الرحيم. الله. ونديها رشة سكر الباودر. حالا. بس زي الفل. وهاجي كده كنوع من انواع الحركات يعني جواها املى فراوله. فراولات كده حلوات. وزي القمر شكلها يفتح النفس، احنا في موسم الفراوله استغلوه بقى. بس وممكن طبعا تحطوا شويه فراوله حواليها لو عايزين، بس يعني انا هكتفي باللي احنا حاطينها كده، شكلها يجنن وجميل. باخد كل الصغيرين انا. نملى من كل الجوانب فراوله تخلي شكلها في التقديم روعه، كأن جبل كده فراوله وسطها. بس كده. ويبقى كده عملنا النهارده ايه؟ تشكيله من الوصفات جميله جدا جدا جدا، عملت لنا وجبه منتهى الشياكه والجمال ومنتهى البساطه. تعالوا نوديها مع اخواتها. وهي فعلا نهايه حلقتنا النهارده، ودي كانت ختام حلقتنا. يبقى النهارده بطاطس جراتان، فراخ روستو باللبن والليمون والثوم والزعتر، وكيكة الفراولة اللي مفيش أسهل منها. مش ناقص في الحلقة دي غير حاجة واحدة بس يا حمدي، أوريهم الكيكة من النص وخلاص ونمشي. عايزة بس أوريكم الكيكة دي عاملة ازاي، عشان كله بيستغرب ايه ده، يعني معقولة الضربة في الخلاط دي هتطلع كيكة؟ ده هتطلع كيكة ملهاش حل. بصوا منظر. بس انا عايزاكم تشوفوا قوام الكيكه من النص. شايفين؟ شايفين قد ايه سفنجيه وجميله؟ وكل اللي عملناه ان احنا ضربناها في الخلاط. انا هسيب الشريحه دي طالعه كده عشان وهم بيصوروا لكم الاكل تفضلوا شايفين شكلها عامل ازاي، فتطمنوا تعملوها. انا عارفه ان ده بيفرق جدا معاكم وبيطمنكم لان الوصفه ناجحه. اتمنى يا رب ان حلقتنا النهارده تكون فادتكم وعجبتكم، واتمنى اشوفكم بكره في حلقه جديده. النهارده بطاطس جراتان، فراخ روستو باللبن، وكمان كيكه الفراوله في الخلاط. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. قعدتنا النهارده الساعه 8:30 بالليل، هنعيد كل الوصفات اللي اتعملت في حلقه النهارده، وجميع بلاتفورمز السوشيال ميديا يوتيوب وفيسبوك وانستجرام الخاصه بالقناه بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود، والخاصه بيا ساره عبد السلام بالعربي وبالانجليزي، هتلاقوا عليها كل حاجه تخص الحلقه وفيديوهات كمان من خارج نطاق الحلقه. امبارح نزلت لكم فيديو عن كل ما يخص تنظيف الجمبري، ازاي نشيل العرق الاسود، بنغسله ازاي، كل حاجه بقى هتلاقوا الفيديو على صفحتي ساره عبد السلام بالعربي، واتمنى تشوفوه هيفيدكم جدا. دي كانت حلقتنا النهارده، كنت معكم ساره عبد السلام، وهكون معاكم بكره باذن الله في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. مع السلامه.